دعوى الحركة الصهيونية الأوروبية أنها أولى منا بملكية فلسطين باطلة بكل مقياس. الدعوة توراتية بالأساس، ومع احترام الأديان جميعا فإنها لا تكون مرجعا تاريخيا ولا سندا قانونيا دوليا بين أمم تختلف فيها وعليها. ولكن حتى إذا سلمنا جدلا بالرواية التوراتية سندا تاريخيا، فقد كان في فلسطين أقوام أخرى سوى اليهود قبلهم وأثناء وجودهم وبعد انقضاء ملكهم، ونصف التوراة عن الحروب بينهم وبين اليهود، والنصف الآخر عن التمازج بينهم إلى حد عبادة اليهود لآلهة هؤلاء الآخرين وعبادة الآخرين لإله اليهود. فما الذي يعطي أولوية حصرية لأحفاد اليهود اليوم إذا سلمنا جدلا بأنهم أحفادهم دون أحفاد غيرهم من سكان فلسطين القديمة في ملكها؟ ثم إن سلمنا جدلا بأولوية اليهود، فإن منهم من بقي على ديانته وطرده الرومان بعد انتفاضة بار كوخبا عام 132 للميلاد، ومنهم من بقي في فلسطين وتنصر ثم أسلم وتعرب. فما الذي يعطي الحق في ملكية البلاد لليهودي الذي تركها حصرا دون الذي لم يتركها وأصبح مسيحيا ثم مسلما مثلا؟ وهذا كله كما أسلفنا قائم على افتراض أن 2000 سنة من التاريخ خلت تماما من تحول غير اليهود من الأقوام خارج فلسطين إلى اليهودية، ما يجعل أحفادهم اليوم لا يمتون بصلة بتاتا إلى فلسطين القديمة. وهذا الافتراض خاطئ تماما بطبيعة الحال، فالتاريخ مكتظ باعتناق غير العبرانيين لليهودية. صحيح أن اعتناق اليهودية أصعب إجرائيا من اعتناق المسيحية أو الإسلام، إلا أن تحول الأقوام إليها من أديان أخرى حصل ويحصل إلى اليوم، والأدلة جمة. منذ فرض يوحنان الكاهن الأكبر المعروف بهيركانوس حاكم يهوذا اعتناق اليهودية على شعب الإدوميين بأسره في القرن الثاني قبل الميلاد، إلى كتابات موسى بن ميمون في العصور الوسطى عن شروط تحول الناس إلى اليهودية، إلى اعتناق ابنة الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية لليهودية في زماننا هذا، وجدود أبيها من ألمانيا واسكتلندا، وجدود أمها من التشيك والنمسا. هذا عن الجغرافيا. أما عن التاريخ، فما الذي يجعل اليهودي الذي ترك أو الإفرنجي الذي اعتنق اليهودية مؤخرا أولى من الفلسطينيين بالجزء اليهودي من تاريخ بلادهم؟ إن الحركة الصهيونية الأوروبية الاستعمارية القومية في العصر الحديث سرقت حتى تاريخها اليهودي، فالجزء اليهودي من تاريخ فلسطين جزء من تاريخنا نحن، نحن الفلسطينيين أهل البلاد الذين بقوا فيها، سواء من كان يهوديا ثم تنصر ثم أسلم، أو من لم يكن يهوديا من الأساس وكان أهله في فلسطين قبل اليهود ومعهم وبعدهم، أو من وفد على أهلها بعد ذلك من الأقوام وتدين بدياناتهم وتكلم بلغاتهم وتزوج فيهم على مدى آلاف السنين. وإن إنسانا فلسطينيا عربيا آباؤه من قريش مثلا قد تكون من بين أمهاته اليبوسية والسريانية واليونانية والسامرية والقبطية المصرية والفارسية والآشورية والبابلية والمؤابية والإدومية والنبطية والعبرانية التي تنصرت أو أسلمت أو لم تفعل، وكلهن من فلسطين. فلماذا يا عباد الله يكون ثيودور هيرتزل المولود في بودابست بالمجر، أو ديفيد بنغوريون المولود في بوينسك ببولندا، أو ابنة الرئيس الأمريكي التي اعتنقت اليهودية قبل ساعتين تقريبا، أولى من ذلك الفلسطيني العربي بتاريخ أمهاته وآبائهن؟ أقول إن أهل البلاد الناطقين بالعربية اليوم أولى من الحركة الصهيونية الأوروبية بكل تاريخ فلسطين وثنيه ويهوديه ومسيحيه وإسلاميه تماما، كما أن التاريخ الروماني جزء من تراث الإيطاليين حتى وإن تغير دينهم ولغتهم، وحتى وإن امتزجت أعراق الإيطاليين بالجرمان والنورمانديين واليونانيين والعرب. وإلا لأصبح الإيطالي الكاثوليكي اليوم غريبا عن تاريخ روما، لأن قيصر لم يكن مسيحيا ولا كان يتكلم الإيطالية. وزعم مؤسس الحركة الصهيونية أو رئيس وزراء إسرائيل الأول أو ابنة الرئيس الأمريكي أنهم أولى بأي جزء من أجزاء تاريخ فلسطين القديمة مني، أشبه بأن يزعم إنسان إفرنجي يؤمن بالديانة المصرية القديمة، ديانة آمون وأوزيريس، أنه أولى بتاريخ مصر الفرعوني من أهل مصر اليوم، لأن دينهم ولغتهم قد تغيرا، ثم يذهب ليقيم دولة في مصر ويطرد منها أهلها مسلمين ومسيحيين ثم يمنعهم من العودة. ثم الرواية الصهيونية متناقضة، فهي من ناحية دينية محضة، لأنها تعطي ملكية الأرض لأصحاب الديانة اليهودية حصرا دون الذين كانوا فيها قبلهم أو معهم أو بعدهم أو كانوا منهم ثم غيروا دينهم.
ومن ناحية أخرى تزعم أنها حركة علمانية قومية وأن اليهود إثنية عرقية لا طائفة دينية، سواء آمن أفرادها بالدين أو لم يؤمنوا. أنا لا أكثر من السياسة المباشرة في هذه الحلقات، لكن لأننا في زمان يريد أقوياؤه أن يفرضوا علينا فيه التنازل تلو التنازل عن بلادنا، فأنا أسجل أن حق كل واحد منا في البلاد حق شخصي له ولأولاده من بعده، وإنني واحد من الناس لم أفوض أحدا قط أن يتنازل أو حتى أن يتفاوض باسمي على حقي وحق ذريتي من بعدي في هذه البلاد، وكل اتفاقية وقعت أو توقع باسمي لا تلزمني ولا تلزم ذريتي من بعدي بشيء، ولا يمثلني من يوقعها. نحن لم نطرد أحدا من بلاده ولا نريد أن نطرد أحدا، لكن لا نقبل أن يطردنا غيرنا ثم يطلبوا منا أن نرضى بذلك. الحجة قائمة ما توالى الليل والنهار، وهذا التاريخ ذاته يعلمنا أن القوة مهما غرت صاحبها وأخافت ضحاياها زائلة لا محالة.